وفي تصريحات مختلفة استبعد مصدر مصري في لجنة التحقيق في وقائع سقوط الطائرة استبعد احتمال تعرضها لهجوم خارجي، وأوضح المصدر الذي اعتمد في معلوماته على فحص الصندوقين الأسودين أن قائد الطائرة لم يرسل أي إشارة استغاثة قبل اختفاء الطائرة من على شاشات الرادار، فيما لم يستبعد الكرملين أي فرضية في التحقيقات بسقوط الطائرة بحسب ما أعلن ديمتري بيسكوف الناطق باسم رئيس فلاديمير بوتين. ومعنا من لندن الكابتن الطيار رجا أبو زينة. سيد رجا مرحبا بك، نسمع الشركة المالكة تؤكد أن الطائرة كانت في حالة ممتازة، ومصادر ملمة بمعلومات التحقيق تقول تستبعد أن يكون السبب هو هجوم خارجي، كيف تفسرون أنتم ما يبدو تضاربا في التصريحات؟ هو لا شك الشركة مستحيل تقول أنه فيها أي عيب. هلأ لما يصير عندنا حادث طيران هناك أربع أسباب. السبب الأول حالة الطقس، بالحالة هذه الطقس جميل وجيد، ف يعني واضح إنه مش حالة طقس. اثنين، ممكن الخطأ البشري، الطيارة على 31,000 ومعها ارتفاع والارتفاع من ذهب، فلحد الآن ما فيش شيء خاطئ بشري، خطأ بشري. السبب الثالث إنه سبب فني. السبب الفني يحدث في أي وقت، مثلا بالحالة هذه أنا بقول احتمال إنه الضغط الجوي اختفى أو توقف عن العمل. بالحالة هذه الطيار عليه أن يهبط إلى الأرض في وقت سريع بأمان، وقت سريع بأمان. لكن الطائرة هذه نزلت نزول هائل، 6,000 قدم في الدقيقة. هو لما يوقف الضغط الجوي بينزلوا الأكسجين، فما فيش لزوم إنه ينزل بهالسرعة الهائلة 6,000 قدم في الدقيقة. فأنا أعتقد وأكد أكون خاطئ، ويجب الانتظار حتى نشوف الصندوق الأسود رقم 2 اللي هو صندوق البيانات. صندوق البيانات حيعطينا جميع التفاصيل، تفاصيل أكثر. لكن في نهاية الأمر يبدو أن الطيار قد فوجئ بما حدث، لأنه لم تكن هناك إشارة استغاثة، إضافة إلى ذلك أيضا الحطام كان منتشر على مسافة كبيرة. هل هذان العاملان يعني يؤكدان فرضية أن يكون هناك عمل خارجي؟ ممكن، لكن أنا باعتقادي كمان أنه لما نزل بهبوط سريع 6,000 قدم في الدقيقة، لما حاول يطلع من هذا النزول صار ضغط شديد على الطائرة اللي بنسميه جرافيتي جي، فممكن تكون الطائرة انقسمت إلى قسمين، ونحن نعلم أن الطائرة في عليها مشكلة كان في الدنب، فممكن يكون الدنب انفصل. وأنا عم بطلع على الحطام، ما شفتش الدنب. شكرا للكابتن الطيار رجا أبو زينة، كنت معنا من لندن.